بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم. السلام عليكم أيها الأحبة. لله سبحانه وتعالى فضل كبير على ليبيا، من ضمن هذا الفضل أن حباها بشخصيات وناس لهم الفضل بعده سبحانه وتعالى على ليبيا في القديم وفي الحديث، سلفا وخلفا. هم من كل ليبيا، من كل ربوع ليبيا، من المدينة، من القرية، من الصحراء، من الجبل، ومن جانب البحر. أترحم على من رحل منهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا كل خير، كما أدعو سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء منهم وأن يشفي المريض منهم. معذرة، أفاضل وفضلياتهم هكذا. اليوم حلقة بإذن الله بامتياز، نتشرف بحضور شخصية كبيرة، مجالات مختلفة، أسهامات وعطاء مختلف تبارك الرحمن، شرف ليبيا في كثير من المحافل الدولية، واسم لامع له علاقة باللغة العربية وبالتصدي لما يسمى بالحملات المشينة والصورة القاتمة عن الإسلام، فكتب الكثير في هذا الخصوص، وله علاقة بما يسمى بمقارنة الأديان وأشياء كثيرة. والآن فتحوا الكاميرا الأحبة الكرام، كنت ما زالنا بنسترسل، لكن فتحوا الكاميرا العامة. الدكتور، الأستاذ الدكتور تبارك الرحمن اللغوي، وصاحب كثير من سمات الصديق بشير نصر، والله الذي لا إله هو، وحلفت شرف كبير لنا. شخصية زي حضرتك وقامة كبيرة زي حضرتك نتشرفوا بحضورك. تبارك الرحمن، أنسنا فعلا بكلمة أنسنا دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكرك شكرا جزيلا أخي الأستاذ أحمد، وأنا سعيد بحق أن أكون معكم في هذا البرنامج. أفاضل وفضليات، وربما هذا هو اللقاء الثاني لو تذكر أستاذ أحمد، حينما اجتمعنا قبل سنوات لتكريم الأستاذ محمد مسعود جبران. شكرا جزيلا على هذه الدعوة. نعم والله فعلا زدت، تحديدا كان في الموسم الرمضاني الأول، يعني من ثلاثة رمضانات مضت، وفعلا كانت الحلقة اللي الحديث عن المغفور له ربي يغفر له صاحب العطاء محمد مسعود جبران المغفور له ورحمه. الآن تبارك الرحمن، أنا زي ما قلت من شوية، حضرتك قامة كبيرة ونتشرف بحضورك. عرفت الجملة اللي قال ما نعرفش مني نبدأ؟ نظم تبارك الرحمن، زق واحد قال تفتح الثلاجة وانت جيعان وترقاها معبية، ما تعرفش مني تنهل كما يقال يعني لكن مصادفة شفت لقاء لحضرتك أجراه الإعلامي الدكتور فيصل حفيان مع حضرتك، وكان أعتقد بخصوص تقريبا مقارنة الأديان أو هكذا، أو مقاربة في الاستشراق. عن الاستشراق صحيح. نعم. عجبني دار ما يسمى عندنا بروبرتاج، هذا الروبرتاج 9 دقائق ونص، أخذت منه مقطع جزء. الأحباب الكرام، نشاهد المقطع الأول، الجزء الأول من هذا الروبرتاج الرائع، وأجمل تحية للدكتور فيصل الحفيان على هذا الإنجاز، بعدين نشاهد معا. وأنت تقص أثر نتاجه العلمي تحار، كيف تغزل خيطا من جديلة انشغالاته المعرفية والإنسانية، فتقبض عليه وتقول هو ذا الخيط الرئيس الذي أدخل إليه منه. الخيوط كلها مغزولة بإتقان، هي متباينة نعم، لكنها متآلفة، تآلفها الخارج عن ذاتها اكتسبته من ائتلافها فيه، وهي بارزة لأن مؤشراتها الكمية المتمثلة في عطائه تكاد تتوازى فيه، وهي مرسومة لأن دلالاتها الكيفية تكاد كذلك تتوازى. جديلة غير قابلة للتصنيف، يتماهى فيها العلم والأدب والحديث والفقه والإبداع والترجمة والاستشراق والاستغراب والشعر والرواية والشريعة والعرفان، ومن أسرة علم وانتماء، أب مثقف فتح عينيه على عوالم الأدب والشعر والفلسفة، وكان أول كتاب أعطاه الأب للابن ديوان خليل مطران، ودرج من بعد على بساط الطلب المؤصل، فنهل من معين الشهيدين العلامة محمد عبد السلام البشتي والأستاذ الطاهر البوعيسي
هذا الأخير علمه النحو والخط والعروض، كما نعم بالتلمذة على الأديب الحافظ يوسف عز الدين طاباق الذي جمع بين علوم المغاربة في ليبيا والزيتونة وعلوم المشارقة في الأزهر، وهمس في أذنه يوما: عليك بالأدب فإنه يصقل اللسان ويهذب الجنان، وابتعد عن لغة الفقهاء فإنها أشبه بطحن القرون، ووعى فمرن قلمه ولسانه على لغة الشعراء، ومرن فكره على عقل الفقهاء، أما قلبه فقد خلى وحلى وجلى مع الشيخ الرباني علي القلعاوي. بقدر مجدد جد التحية لحضرتك وبيانكم، نحن سعداء صدقا بأمانة نجدد التحية والشكر للدكتور فيصل الحفيان على هذا الروبرتاج الأول. ما زال عندنا جزء ثاني طبعا، هو هذا في برنامج متاع البرنامج ما يسمى على التخوم. على التخوم، على التخوم. وتبارك الرحمن إن عجبتني الحلقة، كانت ساعتين ويزيد صح، كانت كلها فائدة سبحان الله، ما قدرتش نسيبها. فعموما عودة لحب الكرام للتعريف ولو بجانب بسيط من ضيفنا اليوم، ولو تبارك الرحمن لو قلنا عنه أنه لغوي ومهتم باللغة العربية وحريص على صيانتها وعلى كل ما يمكن أن يقال عنه في كتاباته وفي محاضراته وفي ندواته، تبارك الرحمن بامتياز. هو عضو فعال في مجمع اللغة العربية فرع طرابلس. بالمناسبة يجوز قول فرع طرابلس ولا ليبيا؟ هي يعني ليبيا. نعم صحيح، ليبيا. ورجل أكاديمي ورجل كاتب، وحنشوفه كثير من تبارك الرحمن الإبداعات والعطاء والإسهامات في كثير من مجال متعدد. لو بنقرأ السيرة الذاتية، الحلقة كلها تمشي السيرة الذاتية لكن على يعني على عجل، مكان ميلاد طرابلس 1955، متجوز، الوظائف السابقة مستشار لجنة الإدارة للشؤون الفنية كذا كذا، جانب الأكاديمي بالمناسبة جانب علمي إن البشمهندس، خريج كلية النفط. نعم كلية النفط وهكذا. لكن اللي يهمنا الأشياء اللي ذات علاقة بالعطاء الفكري بالضرورة، فهو طبعا مدير المركز العالمي الإسلامي لدراسات الاستشراق بلندن، وعضو مجلس اللغة العربية الليبي، رئيس لجنة الترجمة والتعريب بمجمع اللغة العربية الليبي، وهكذا وكثير. طبعا المؤهلات العلمية والمساهمات والإسهامات والكتب، سنتعرف على بعض النتاج الفكري في هذا الخصوص كثير جدا. أخشى أن زي ما قلت له بنقراها كلها تبارك الرحمن، المؤلفات بروحها والمساهمات في الأنشطة والأصبحات والأمسيات وغير، وتحديدا في خارج ليبيا واسميا في لندن ودمشق والثالثة اللي هي تركيا. نعم، عودة لحضرتك وترحيب بحضرتك. شكرا يا أخي. فبرحب من جديد، ولو تتكرم خلينا نقول مثلا اهتماماتك الكبيرة في الآونة الأخيرة، بعدين نشوفوا الشريط الثاني لو تتكرم. الاهتمامات اللي شاغلة الآن الأستاذ الدكتور بشير صديق بشير نصر. هو الآن أخي كريم ليس لدينا ما يشغلنا إلا مجمع اللغة العربية. جميل جميل. ومجمع اللغة العربية يعني كما تعلمون يعني يعنى بهموم اللغة. نعم. وكل ما يتعلق بالعربية. صحيح. ولذلك فجهد أعضاء المجمع منصبة على الرفع من مكانة هذا المجمع ليكون يعني على مستوى لا يقل على الإطلاق على مستويات المجامع العربية، وهو كذلك أرجو أن يكون هكذا بإذن الله، إن شاء الله بشهادة الآخرين إن شاء الله. هذا من ناحية يعني من ناحية العمل. أنا رجل متقاعد الآن. نعم. أنا لا أعمل إلا في المجمع اللغة العربية، وأنا عضو المكتب التنفيذي أيضا في مجمع اللغة العربية. نعم. ورئيس لجنة الترجمة والتعليم. نعم. لأن مجمع اللغة العربية يعني
يتكون من مجموعة لجان تعمل في داخله. صحيح. وكلها تعمل من أجل العربية، من جميل. أجل النهوض بالعربية والرفع من مكانة العربية، ومن أجل أيضا المحافظة على اللغة العربية. صحيح. التي باتت الآن للأسف الشديد يعني تنفلت من ألسنة الناس حتى فيما يتعلق بالكتابة. أما الأمور الأخرى فذلك أمر يعنيني أنا شخصيا فيما يتصل بالكتابة والمعرفة. جميل جميل. الآن دعوة مرة أخرى بعد هذا الكلام الجميل أن احنا نستفيد من اللي قاله الدكتور فيصل حفيان في حقك. لحبك يا مشاهد معنا. بدأ مع هندسة النفط حيث علوم الأرض وما يتعلق بها، لكن المقام لم يطب له في الأرض فحلق بعيدا في سماوات العلوم الشرعية، منصرفا إلى العلم الذي أسس لعلوم الإسلام جميعا الحديث الشريف ليدرس ضوابط روايته، ومستكشفا العلم الذي مثل ذروة نضج العقل المسلم أصول الفقه، ليقف على أسباب الاختلاف الفقهي وآدابه، على أن التحليق المعرفي لم يصرفه عن الواقع، فدرس الإدارة حتى غدا مستشارا ومنسقا لخطط وبرامج في التفكير الإبداعي وفي الإشراف والاتصال الفعال وفي إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي وتقويم الأداء. في قلب اهتماماته الاستشراق ونقده وما استلزمه من الترجمة لأعمالهم، إنه أميل إلى الشك في مقولات المستشرقين وأطروحاتهم التي كثيراً ما تخرج من عيبة الافتئات والأغراض غير البريئة وغير العلمية في آونة ما. يترجم دراسات محمدية الذي كتبه اليهودي المجري إغناتس كولسير الذي عرف بتشكيكه بالحديث النبوي، فيتصدى له تصدي عمر المختار للطليان بكتاب مفرد. وإذا ما وقع على كتاب النمساوي البارون فون كريمر تاريخ الشرق الثقافي تحت حكم الخلافة، وقف عند فصله الرابع ليقوض صرح آرائه في نشأة الفقه الإسلامي وتطوره. حتى عندما يراجع ترجمة كتاب من كتبهم يظل مسكوناً بهاجس التصدي والرد، كما فعل عندما راجع ترجمة أبو بكر الفيتوري لكتاب البريطاني ويليام مونتغامري وات، أبى إلا أن يكتب مقدمة نقدية له، على أن الترجمة ليست خيطاً باهتاً ولا هامشة. لذلك نرى ضمن أعماله ترجمة فصول من أصول التشريع الإسلامي لجوزيف شاخت، وترجمة فصول من كتاب براندون التاريخ مدخل لدراسة متقدمة. والترجمة كذلك ليست عملا فحسب، بل هي نقد يؤسس للنظر. لذلك نهد إلى نقد ترجمة بلديه الأديب والمؤرخ خليفة التليسي لأعمال البنغالي روبن درونات طاغور الشعرية، وبنى على ذلك كتابا لا يزال مخطوطا، قواعد في أصول الترجمة الأدبية، وتجاوز ذلك فألف في الترجمة ومعضلة الاصطلاح. تبارك الرحمن. أنا لما كنت نعدد في المناخ وفي السمات وفي الأوجه العطاء عند حضرتك نسيت الترجمة. دكتورنا حنتجه الآن بإذن الله لموضوع الحلقة اللي هو هؤلاء حدثوني، واللي هو عنوان كتاب، واللي تبارك الرحمن استهواني هذا الكتاب، وحضرتك تحدث فيه على شخصيات، سنتناول هذه الشخصيات ولو جزء منها بعد قليل. لكن أنا الشيء اللي نشوف فيه في حضرتك أكثر شيء فعلا فعلا نشوف فيك أنك أنت تبارك الرحمن فارس من الفرسان الليبيين اللي فعلا يتصدوا لما يكتب عن الإسلام
كما يقال يعني زورا وبهتانا وخطأ وشبهات وأشياء صورة غير لو تتكلم ولو في دقيقة ونص دقيقتين بعدين ندخل رأسا، لأن هذا من الأهمية يعني بالضرورة لو تتكلم. نعم شكرا أخي. من الموضوعات التي استهوتني منذ زمن بعيد الاشتغال في موضوع الاستشراق. نعم. ولا شك أن المستشرقين ينقسمون إلى فريقين. نعم. فريق متحامل جدا وفريق يبحث عن الحقيقة، والذي يبحث عن الحقيقة قد يخطي وهذا أمر طبيعي جدا. جميل. إنما هذا المتحامل المتعصب الذي يدفعه الهوى ومحبة المخالفة هو الذي يعنينا. أنا كتبت من قديم يعني من فترة طويلة أو بالأحرى انشغلت بترجمة كتاب إغناتس جولدسيهر دراسات محمدية أو دراسات إسلامية. هذا الكتاب كان منصبا على نقد السنة النبوية. والحقيقة جاء بغرائب وبعجائب هذا الرجل. الكتاب للأسف لم يترجم آنذاك، وبالرغم أنه ترجم إلى لغات الأرض كثيرة إلا العربية، يمكن ترجمة الأولى هي التي قمت أنا بها ووفقنا الله إليها، لكننا لم نرى من داع لترجمة الكتاب دون أن يكون مصحوبا بنقد تفصيلي. نعم. ولذلك كان الجزء الثاني نقد لهذه الآراء المنحرفة. ولا يعتبر تسويق. نعم. أحسنت، لأن كثير من هذه الأفكار المنحرفة تسللت إلى عقول المسلمين فجرت على ألسنتهم. جميل. وبدأوا يروجون لها كأنها من صناعتهم وهي محض أكاذيب. نعم. بل أنا الآن لا نستطيع أن نتكلم، الوقت ضيق. نعم. نعم. وإلا لفاجأت المتلقي أو المشاهد. نعم. شخصيات كبيرة نقيم لها شأنا استولت وسطت على أعمال جولدسيهر وروجت لها على أنها من صناعة أفكارهم. رائع. وهي أفكار سيئة. رائع دكتورنا الحبيب، رائع. نعم ممتاز ممتاز، وانا عارف ان لديك الكثير يعني لكن الوقت احنا محكومين بالوقت. تو عوده لعنوان الحلقه اللي هو هؤلاء يحدثوني. العنوان الجميل هذا وانا خليته ابقيته ليكون عنوان للحلقه، عنوان الكتاب، في من وراء قصه. اكيد المشاهد الكريم متشوق بيعرف من هؤلاء بدايه بالضروره وسبب التسميه ولماذا اخترت هؤلاء ومن يكون بالضرورة يعني بالدرجة الأولى. فلو تتكرم من هؤلاء؟ نعم. وما هي دوافع كتابة كتاب أو مؤلف عن هؤلاء الشخصيات؟ أحسنت. هؤلاء حدثوني. جميل. أنا أذكر أخي أحمد منذ زمن بعيد التقيت بالأستاذ علي مصطفى المصراتي في جمعية الدعوة. الله يغفر له ويرحمه. وتحدثنا في مؤلفاته وفي بعض هموم الفكر والمعرفة. فجاء في ذهني يومئذ كتابه الجميل نماذج في الظل. نعم. فقلت له الأستاذ علي أنا والحقيقة هذا الكتاب شدني لأنه يستعرض شخصيات ليبية حقا إنها نماذج في الظل. نماذج فريدة. نعم. ولكن حسر عنها الضوء. نعم. أمر محزن جدا. جميل. فقلت له يومئذ يا أستاذ أحمد ما ضر يعني أستاذنا لو أنه يعني ألف لنا جزءا ثانيا من هذا الكتاب لشخصيات أخرى مغمورة نحن لا. نعم. نعرفها. جميل. فقال لي كلمة صدمتني وهزتني حقيقة. نعم. أستاذ أحمد، فقال لي يا بني نحن كتبنا عمن أدركنا. نعم. فاكتبوا أنتم عمن تدركون. جميل جميل. وهذا لا شك حق. نعم. كبير. صحيح. يعني معلق على أعناقنا وعلى عواثقنا أن نعرف بأعلام هذه البلد التي يروج لها في الداخل وفي الخارج على أنها بلد عاقر. صحيح. يباب يعول فيها الريح كما يقولون للأسف الشديد. نعم. نعم. جميل. لذلك شحت همتي. نعم. فقلت أكتب عن من؟ أنا أكتب عن من أدركتهم أيضا كما. نعم. نصح الأستاذ علي مصطفى المصراتي. فلاحت في ذهني مجموعة من الشخصيات التي أنا يعني كتب الله لي أن أعايشهم. ولكن في شيء جميل جدا، لماذا هؤلاء حدثوني؟ أنت هكذا سألت هذا سؤالك. نعم. لماذا؟ نعم. قديما وأنا في الثانوية وقع بين يدي كتاب
لطيف جدا لسلامة موسى، عنوانه هؤلاء علموني. جميل. أنا هؤلاء الناس ما علموني ولكنهم حدثوني، أنا ما تتلمت عليهم ولا درست على أيديهم، ولكنني أنا عشت معهم وصحبتهم وصرت صاحبا لهم، وكانوا يسرون لي بما يجول في خلدهم من معرفة أو من وقائع إلى آخره. فاخترت 17 شخصية، 17 شخصية جديرة بأن يسلط عليها الضوء، ف لكي لا تكون نماذج في الظل، وإنما نريدها نماذج في النور. جميل جميل. هو طبعا من باب التشويق مازلنا احنا مش حنذكر أساميهم، لكن أخذا بجملة حضرتك أن هذا كتاب مؤلف، ولديك تبارك الرحمن 25 مؤلف. نعم 25 مؤلف. الآن دعوة كريمة نستعرض بعض من أغلفة هذه المؤلفات الكتب، وبعدين رأس إن شاء الله تأخذنا في رحلة مع من حدثك إن شاء الله وربي يغفر له ويرحمه. نعم إن شاء الله. الأحبة الكرام، نشاهد الجزء الأول من أغلفة مؤلفات دكتورنا الحبيب، نشاهد معا. تفضل بالتعليق. هذا كتاب نبضات البندول. نعم. يعني هي سيرة ذاتية. نعم. في نعم. وأنا في باريس. نعم. وكانت يعني تشبعت بالأجواء. نعم الأدبية. الأجواء الأدبية يعني تحكي أشياء كثيرة جدا. نعم. عن أعلام، عن معارف. وبالمناسبة أخي. نعم. أنا بمناسبة هذا الكتاب، هذا كتاب حياته ومزاهير. نعم. وأشواك، هذا أنا كنت كتبتهم لأنني رأيت يعني الخور الذي أصاب طلابنا. أنا أريد أن أقول لهم أن العلم يحتاج إلى علو الهمة. جميل جميل. هؤلاء الناس، الشخصيات العظيمة التي يعني نحن نتحدث عنها ونكبرها. نعم. هي شخصيات يعني كانت حياتها ليست الزهير فقط، ولكنها. نعم. يعني أشواك. جميل. هذا جميل. كتاب التعليقات النقدية أو الـ. نعم نعم. هذا ردود على إغناس جولتزيهر في كتابه دراسات محمدية في الرد. نعم. الذي تكلمنا. نعم. عنه يعني هذا غير الترجمة. هو هذه التعليقات النقدية. نعم. هذه التعليقات. نعم. مجلد أفردته. نعم. لكذا. نعم جميل. للأفكار. نعم. المنحرفة. هذا. نعم. كتاب وهج القناديل، يعني إكراما لصديقنا الأديب الشاعر أيمن العتوم. نعم. هذا أول كتاب أنا كتبت عنه، كتابين أيمن العتوم. نعم. عندنا وهو قاص رائع جدا، يعني صاحب اللغة وصاحب رؤية في الرواية. نعم جميل. هذا كتاب حكايات العارف النيسابوري، هذا صدر في جزئين. نعم. يمكن. نعم. هذا الجزء الثاني، هذا غلاف. نعم. الجزء الثاني. وهي مجموعة من الحكايات اللطيفة، اخترت لها يعني شخصية هذا الشيخ الذي سميته العارف النيسابوري. نعم. مع تلميذه عبد الله المحجوب، العارف والمحجوب عن المعرفة. في الجزء وأنا أتكلم عن هذا. هذا كتاب ثاني لأيمن العتوم، ولفرط اهتمامي بكتابته الراقية عن في الرواية، حتى أنني تجرأت وسميته يعسوب الرواية العربية. نعم. واليعسوب أنا كنت بنسلك تسمية من حضرتك يعني. نعم نعم. مني أنا. اليعسوب هو ذكر النحل. نعم في الأصل. صحيح. نعم. ولكنه مقدم الجماعة. نعم صحيح. مقدم الجماعة في كل. نعم. فن وفي كل شيء يسمونه يعسوبا. نعم. هذا كتاب العربية لغة تصويرية، طبعنا منه قدرا ضئيلا جدا. نعم. الآن هو يطبع باسم مجمع اللغة العربية، حاولت. نعم. أن أبين فيه مواطن الإعجاز والعبقرية في هذه اللغة العربية. جميل جميل ما شاء الله ربحت طبعا. نعم. احنا بما تيسر الحصول. هذا الجزء. نعم. الأول من حكايات العارف النيسابوري. نعم. الذي تحدثنا عنه يعني قبل قليل. نعم. وهذا مجموعة مقالات كثيرة جدا في الفلسفة، في التصوف، في الأخلاق، في اللغة، في التاريخ، مخانة الأديان. نعم. نعم. في الجزء الثاني شيء. نعم. كذا. نعم. بس هو يعني مجموعة كبيرة من البحوث والمقالات. هذا كتاب ما هو الإسلام لمونتغومري وات. هذا ترجمة. هذا. نعم. ترجمة. هو. نعم. أنا. صحيح. لم أترجم هذا الكتاب. نعم. ترجمه المقدمة صديقنا الدكتور. نعم. 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 الدكتور الفتوري. نعم. لكن أنا اهتممت بهذا الكتاب ورجعت ترجمته وأفردت له تعليقات ضافية. نعم. نص الكتاب كله تعليقات. نعم. مني أنا. ما ترجمة دكتورنا الحبيب. الترجمة. نعم. واحدة لا. نعم. تكفي. نحن. نعم. لا نريد أن نقدم يعني. نعم. كتابا هكذا ويكون خلوا. نعم. أو خاليا من التعليقات وبيان ما فيه من أخطاء. نعم. هذا جزء مهم. نعم. جدا. أنا لا أدعو إلى ترجمة أعمال مسؤولية. الآخرين. نعم. نعم. دون أن نبين ما فيها من أخطاء.
هذا مسألة مهمة جدا. وإن كان طبعا أعتقد الترجمة أعتقد فيما صدفت أحبة كرام بيقولوا أن الترجمة يجب تكون أمينة، يجب أن المترجم أن يكون ناقل أمين، حتى لو كانت كلمة مثلا مسيئة يجب أن يحطها هي كما هي. ومن حق أنه ولذلك ولذلك قديما هناك كلمة أظنها لاتينية يعني كلمة أو إيطالية قديمة يقولون المترجم خائن مهما حاول أن يكون يعني دقيقا لابد أن دقيقا وأمينا يضل. حتى دقيقا وأمينا هذه مسألة الأمانة. نعم صحيح. وهذا من الطبيعي جدا أن يخطئ الإنسان، ولكن خطأ دون خطأ خطأ انحيازي. لماذا؟ لأن لكل لغة بنيتها. العربية لها بنيتها، الفرنسية لها بنيتها، الألمانية الإيطالية وهكذا. هذا أمر طبيعي جدا أن يحدث هذا الأمر. لذلك يتحذر على الإنسان أن يترجم ترجمة نسميها نحن الترجمة المكافئة. ترجمة المكافئة، النص المكافي، يعني حتى بالإنجليزية يقول equivalent. يعني equivalent يعني المكافي، المكافي تماما اللي يستوفي حقه. وذلك يعني يتعذر كثيرا حقيقة. المهم أن يحافظ الإنسان على جوهر الفكرة، لا سيما في الموضوعات التي تتعلق بالمعرفة وبالدين وما شابه. إن شاء الله عليك رب يحفظك. دعوة كريمة نحن نشوف الجزء الثاني من هذه الإصدارات والمؤلفات. محبة كرام نشاهد معنا دكتورنا الحبيب يعلق على كل غلاف. دكتورنا الحبيب طبعا نحن هم 25 بقيت تعد الحصول عليهم كلهم. تفضل هذا الجزء الثاني. هذه المطالب العالية أنا الحقيقة يعني أريد أن أتحدث عن مؤسساتنا التعليمية. لماذا مؤسساتنا التعليمية، جامعاتنا، معاهدنا لا تخرج لنا يعني طلابا متميزين، كتابا متميزين، أساتذة متميزين؟ وهذا بسبب هذه الملكات الميتة. صحيح. يعني قتل الطاقات، قتل الإمكانات، هذا أمر يعني حقيقة محزن موضوع جدا. هذه دراسات محمدية اللي تكلمنا عنها لبوتسير، هذا أصل الكتاب. والثاني التعليقات النقدية على دراسات محمدية. هذه ترجمة وكأنها هذا الأصل، هذا النص. هذا كتاب الترجمة معضلة الإصطلاح، هذا من منشورات مجمع اللغة العربية. في هذا الكتاب لاحظنا أن هنالك معضلة، يعني مشكلة حقيقية في ترجمة المصطلح من لغة إلى أخرى، من العربية إلى الفرنسية، من الفرنسية إلى العربية، إلى الألمانية، إلى الإنجليزية. ربما لأن هنالك شيء يتعلق بصناعة الاصطلاح. الاصطلاح ابن بيئته. هذا كتاب في من 6 أجزاء هو، ولكن صدر منه 4 أجزاء بعنوان المنطق المتهافت. حيطلع بعد الصورة. المنطق المتهافت في نقد الفكر الديني. هنا الآن نرى هجمة شرسة على الإسلام، على التراث. هذه الأجزاء الأربعة تقريبا، وهو مفروض أن يخرج في 6، ونحن نعاني من مشكلة أستاذ أحمد، مشكلة النشر. الآن نحن لا نجد من ينشر أعمال مرمية، ولا يعني هذا بعد لا طبعت منا من كل جزء يمكن 100 نسخة أو أقل. يعني وكأنك أنت تحضر في مع ضيوف الكرام ليتحدثوا على هذه الإشكالية. نعم. هذا كتابنا حبيبنا. هذا كتاب هذا كتابنا موضوع الحلقة. حدثوني موضوع الحلقة. نعم. جميل جميل. هو على ذكر مجمع اللغة العربية، من قلبي تحية قلبية صادقة لكل من في المجمع قديما وحديثا. أنا أشكرك على هذه التحية، لأن الدور كبير كبير رائع جدا لهذا. وأنا أغتنم هذه الفرصة عن طريق هذا البرنامج يا أخي. المجمع يعاني الأمرين. للأسف الشديد. هذا كتاب مباهج الحكمة، نحن أهديناه الأستاذ علي مصطفى المصراتي. من خلال كتابه قطرات من اليراع، فهو يتكلم عن الخاطرة الأدبية وقطرات من اليراع للأستاذ علي مصطفى المصراتي، كتاب متميز جدا حقيقة. وأثنى عليك الدكتور فيصل عفيان في اختيارك للاسم. نعم. قال اسم جميل، رد جميل على هذا الكتاب الرائع. أحسنت. هذا الاختلاف الفقهي، هذا أصلا دراسة الدكتوراه بتاعتي أنا. اختلاف الفقهي. ما ننساش أسبابه. أسبابه وأدابه. تفضل. نعم. هذا يتكلم عن يعني في كثير من الناس يتصورون أن الاختلاف الفقهي يعني محض فوضى. لا، الاختلاف الفقهي مبني على قواعد. جدا جدا. هذا ضوابط الرواية عند المحدثين. هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب، هي هذا أصلها رسالة الماجستير. يعني أنا بينت فيها منهج نقد الخبر عند المسلمين، وكيف يعني يتميز هذا المنهج
عن المناهج النقد التاريخي عند الآخرين. فكرتني في المحاضرة اللي تشرفت بحضورها اللي هي عبقرية تفسير الحديث ولا علم الحديث هكذا. لا هي نعم هذا في مجمع اللغة العربية. نعم عجبتني لغاية الماضي أو اللي قبله تقريبا. طلعت متأثر يعني وكان عبقرية المنهج النقدي عند المحدثين. نعم جميل. وانت نعم. فاجأت الحضور بأشياء قد تكون صادمة. نعم. يعني فعلا قاعد نتساءل كيف هذه هل يعني كيف يتجرد الدكتور الحبيب النومة وهي في الواقع أنت أخذها عن علم. نعم. أنا أذكر عبارة رائعة جدا يعني أنا أحفظها من قديم للمؤرخ اللبناني الجميل أسد رستم عند كتاب اسمه مصطلح التاريخ. نعم. على غرار مصطلح الحديث. جميل. أخذ من نعم. عنوان مصطلح الحديث هذا عنوان جميل. يقول كلمة أنا ما زلت أحفظها. يقول ماذا أخي أحمد؟ يقول هذا المنهج المتفرد عند المسلمين في نقد الخبر يعني نقد نعم الحديث. نعم صحيح. ويزعم الغرب أنهم جاءوا بهذا المنهج وما جاءوا به لا يساوي عشر معشار ما جاء به المسلمون قبل 1000 سنة. نعم نعم صحيح. هذا أمر في غاية الروعة. نعم نعم. كانوا يظنون. نعم تأييد يعني القول أن علم الحديث من أقدم العلوم. الأخذ من العلوم فيما يتعلق بالتحري أحسن لأن سلبات علم الفلك وعلم الزراعة وعلم كذا لكن كضوابط نعم وهو العلم نعم الإسلامي نعم الخالص جميل المحض نعم جميل يعني صناعة نعم إسلامية نعم محضة رائع كثير من العلوم الأخرى زي نعم المنطق زي الفلسفة زي كذا وينمو يعني ينمو ويتطور مش باقي هذا نعم هذا العلم نعم وأنا أقول علم الحديث نعم بفروعه المختلفة من علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وهكذا هو هذا العلم هو مفخرة العقل الإسلامي. جميل جميل جميل. والله نتمنى أن نروح حلقة على هذا الموضوع إن شاء الله. نعم. ندخل الأفاضل اللي بين العلماء الأفاضل علماء الدين وحتى في العلوم الكونية اللي سبحان الله يؤيدوا القول أن مثلا علوم الحديث تعد أو علم الحديث تعد كذا. بنرجع ندير تحية قلبية لأهل ولكل من في المجمع أحياء وموات ربي يغفر لهم ويجزيهم عنا كل خير وتحية خاصة بالاسم لدكتورنا الحبيب دكتور عبد الحميد الهرامة ربي يطيل في عمره اللي صدقا نفتخر بوجودك وكذلك بقية الأساتذة عمار شحيدر وكثير أخشى أنني ننسى محمد بالحاج ما هي دي أخشى أن واحد ينسى نعم نعم كلهم نعم هم كتر يعني كتر شخصيات جميلة نعم يعني نفتخر بهم جميعا دكتورنا الحبيب الآن شفنا احنا الجزء الاول من ما يسمى باغلفه الكتب مؤلفات حضرتك وكذلك الجزء الثاني نقدر نقول الان منتصف الحلقه تقريبا كان والان نقدر نتناول الوليد وموضوع الحلقه اللي هو الكتاب اللي باسم هكذا حدثوني هؤلاء بل كذا بل تجيك التسميه للمؤلف الجاي ان شاء الله هكذا الله يسلمك هؤلاء حدثوني سلمك احنا شوقنا اسمها وبينت حضرتك أن هؤلاء قد يكونوا من الشخصيات المغمورة وليست المشهورة وهذا يصب لصالحهم ويصب لصالح حضرتك أنك أنت على نهج الكثير من البحات والكتاب ومثلت بالأستاذ رحمة الله عليه على المسلم صراتي لحفظك على هذا الكتاب وهذه التسمية الآن نشاهد معا كشف سريع بأسماء الموجودين في الكتاب وبما يسمح به الله سبحانه وتعالى كوقت نتناول البعض منهم في هذه الحلقة لأن حبة الكرام إن شاء الله دكتورنا حبيبنا بإذن الله سيشرفنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لتكملة هذا الموضوع وشكل لك لأن مصر. وقتك تأمين فشكل لك تفضل دكتورنا نعم تعليق نعم. هي الأسماء ممكن نتبانش لكن نعم هذه الشخصيات لكن نعم. أنا أذكر بعض نعم. مثلا شيخ يوسف طباق الشيخ نعم. المهدي أبو حامد نعم الشيخ الطاهر الزاوي الأستاذ الدكتور محمد طاهر المجوز الشيخ محمد البشتي هذا الشيخ يوسف طباق نعم هذه الشخصيات اللي ممكن اليوم بما يسمح نحن الآن هذه الشخصية تحتاج إلى حلقة نعم تحتاج إلى حلقة برمتها للحديث عنها نعم. لو أحببت الآن هذا الشيخ المهدي أبو حامد أنا نعتذر لحضرتك ونعتذر لحب المشاهدين غلطت بندير المهدي الكمال لله كتبت يوسف فمعد يا دكتورنا الحبيب الشيخ المهدي الطاهر نعم. أبو حامد غلطنين القاضي نعم الأديب نعم هذا دكتورنا وصديقنا وأستاذي الحقيقة نعم. أنا أعتز أنني
صحبته لزمن شيخ فاتح زقلان، مفخرة الشخصيات الليبية، واحد من أعلام هذه البلد، وليس ليس في علمي فحسب، بل في علمي وفي خلقي، وهذه الشخصية الجميلة الرائعة الأستاذ علي حسنين. نعم رحمة الله. وما أدراك من الأستاذ علي حسنين؟ هذا مدرسة. نعم صديق بوي. هذا مدرسة كبيرة. نعم ربما لو أتحدث عنه أنا سأظل أتحدث لساعات. وهذا المفكر، الشخصية الرائعة، الأستاذ محمد الشفايري رحمة الله عليه. أمين. هذا شخصية كبيرة من أعلام الفكر الإسلامي في ليبيا، ولكن للأسف لا أحد يعلم عنه إلا اللمم أو نفر من الناس الذين صاحبوه. نعم جميل. الآن نقدر إحنا نباشر حديث عن من تشاء، وأعتقد ذلك تقريبا يبدو لي أنك أنت تتحدث على شخصية المرحوم طباس يوسف. نعم تفضل. الشيخ يوسف عز الدين طباق هذه شخصية متميزة أخي أحمد. نعم وما جلس أحد عند الشيخ يوسف طباق إلا أسرته هذه الشخصية، شخصية فريدة بكل ما ذكر، ورجل متواضع ورجل متبتل للمعرفة، وكان يعيش وحيدا في بيته لأن زوجته ماتت منذ أمد بعيد. أنا حينما تعرفت به سنة 1980 قال لي إن زوجته توفيت قبل 40 سنة. يعني 40 سنة وهو يعيش بمفرده في البيت. وبيته مكتبة. أنا لا أقول هذه مكتبة، هي ليست بمكتبة، وإنما في حقيقة الأمر هي مركز ثقافي. بيته مركز ثقافي. أنا أقول ربما هي أهم مكتبة خاصة في ليبيا. أهم ولا أكثر عناوين؟ هي أهم وأكثر. هي تتميز أيضا، هي كثير من الناس عندهم مكتبات يعني كبيرة. لكن هذه العناوين اللي فيها من النوادر ما لا يتوفر. لأن الرجل كان يعني لا أقول ثريا، ولكن كانت له سعة في حياته. ولذلك كان يقتني الكتب. الشيخ يوسف طباق هذه الشخصية الجميلة جمع بين فضائل الشرق وفضائل الغرب. هو درس في ليبيا، ثم درس في الزيتونة حوالي 7 سنوات، ثم نحو 20 سنة في الأزهر، فجمع بين فضائل الشرق والغرب. جميل. وأنا سألته ذات يوم وقلت له يا سيدي قد حباك الله هذا الفضل وعشت بين ظهراني المشارقة والمغاربة، فكيف وجدت المغاربة والمشارقة؟ فأجابني إجابة لطيفة جدا، قال لي، وهذه إجابة يعني قد تحرج البعض لكن في ظني أنها لا تخلو من صدق، قال المغاربة يريد تونس والجزائر والمغرب إلى آخره، علم غزير لكن عرض سيء للسانهم أو كذا. المشارقة علم قليل وعرض جميل. أنت تحب أن تسمع للمشرقي ولا تحب أن تسمع للمغربي، ولكن إذا جئت في نهاية المطاف تجد حصيلة العلم عند هؤلاء أكثر من حصيلة العلم عند هؤلاء، وخير هذين هم أهل هذه البلد. يا جميل. يريد ليبيا. جميل. وهذا حاجة في غاية يبعدك شوية. بعدين يجيبك لحقيقة رائعة جدا. ممتاز. فالمهم الشيخ يوسف طباق رحمة الله عليه بعد هذا الكلام كان يحدثني عن أشياخه والناس الذين أدركهم كلام المحب المنبهر أو المبهور بهذه الشخصيات الرفيعة. كان يحدثني عن بعض الشخصيات. هذه صورة هذه الشيخ يوسف طباق رحمة الله عليه، وهو يعني بالمناسبة هو ينحدر من أصول تركية. ممكن الطربوش أو حالي بهذا وهكذا إلى أن توفاه الله. هذه هي صورته. هكذا أنا تعرفت به أخي أحمد في مكتبة الفرجاني. ودخل علينا وكان شتاء، دخل علينا هذا الرجل ويرتدي معطف، والرجل له هيئة يعني محترمة، ويتوكى على عكاز هكذا، ويعني على رأسي هذا الطربوش. فدخل هو يعني رجل مفتون باقتناء الكتب. أكيد. ولا يقتني الكتب فحسب، لكنه يقرأ. أكيد. وسأتكلم لك عن حافظته وذاكرته الجبارة
أنا شخصيا مع معرفتي ببعض علماء البلد أنا ما رأيت حافظة مثل حافظة الشيخ يوسف طبق أبدا، المغفر له ورحمه سبحان الله، يعني شخصية متميزة. سأحكي لنا جديرة أن لماذا نحكي عن هذه الشخصيات، نريد أن نقول للنشأ الجديد إن هذه البلد فيها من العلماء شخصيات كبيرة جدا جدا، جديرة بأن يعني يلتفت إليها وجدير بأن يهتم بها. نعم. هذا الشيخ يوسف طبق رحمة الله عليه. أنا بندعي الله سبحانه وتعالى أن يساعدني الآن مع شخص محب لهذه الشخصية، وشخص يعرف عنه الكثير، وشخص يقدره اللي هو حضرتك. نبي الله سبحانه وتعالى يساعدني أن نغلبك، نستأذن منك أن احنا نتناول شخصية أخرى. طبعا هذا ليش؟ لأن عندك تبارك الرحمن شو نقول عنه. هو في حاجة أخي. نعم نعم، هذا أذان بدخول الأذان المغرب. نعم نعم، خيرا إن شاء الله. أنا كما قلت لك الحقيقة هذه الشخصيات كل شخصية تحتاج إلى حلقة. أكيد أكيد، ونحن لم نقل شيئا بعد فيما يتعلق بهذه الشخصية الرائعة. نعم، ولكن لو أحببت فقط في عجالة. نعم تفضل. في عجالة تفضل. هذا الرجل يعني بالمناسبة يعني صاحب خط جميل. نعم. ويكتب بالخط الفارسي، فأنا عثرت في يوم من الأيام على كتاب مراسلات العلامة الكبير خير الدين الزركلي. نعم. هذا أحد علماء. نعم. الشام، شاعر كبير. نعم. أيضا. نعم. صاحب كتاب الأعلام. عثرت كتاب على كتاب بعنوان مراسلات خير الدين الزركلي مع علماء عصره، وكل والغريبة كلها مكتوبة بماذا؟ مكتوبة بالخط الفارسي. ولجمال هذا الخط الناشر لم يفكر أن يعيد طباعة هذا النص. جميل. فصوره على الزنكوغراف وأبقاه على هذا لأنه تحفة في حد ذاته. رائع رائع جدا. فشيخ يوسف طباق عنده مختارات أدبية زي الكشكول العاملي. نعم. والمخلات للعاملي. هذا الكتاب يعني كل كتبه مكتوبة بالخط الفارسي. فأنا سألته قلت له أنا عثرت على هذا الكتاب، وكان الزركلي يراسل الناس بالخط الفارسي. نعم. ويردون عليه بالخط الفارسي. جميل. فما الحكمة في ذلك وأنت تكتب بالخط الفارسي يا مولانا؟ نعم. فأجابني إجابة جميلة، قال لي يبدو أنك يا شيخ صديق، هكذا كان يناديني. نعم. وأنا لست بشيخ ولا لا لغة ولا عرفا. لا حشاك. فقال. نعم. لي يا شيخ صديق هذا الخط يسمونه خط الملوك. ومن كاتبك بالخط الفارسي فقد رفعك إلى مصاف الملوك. جميل. فخامة فخامة. نعم. نعم. ومن العيب. نعم. أن تكاتبه بخط دون هذا الخط فتكتب له بالنسخ أو بالرقعة. صحيح. ولو اقتضى الأمر منك أن تستأجر من يكتب. أوه. لك بالخط الفارسي. نعم. إذا كنت أنت لا تحسن الكتابة بالخط الفارسي. سبحان الله، ده اعتراف بقيمة الخط الفارسي. هو سبحان الله الرجل هذا فعلا احنا مش حنسوفه حقه، لكن ادعوك انك على اقل تقدير على اقل تقدير يعني لو تتكرم نتناول بعض الشخصيات الاخرى، ان احببت مثلا مهدي ابو حامد. نعم. او مثلا ان احببت مثلا علي حسنين. نتكلم لنغتنم الوقت، هو. نعم. الوقت ضيق. انا. نعم. كما. نعم. قلت لك ان. نعم. الوقت يضيق بهذه. نعم. الشخصيه. نعم. نعم. 25 شخصيه ربما يكون 17 شخصيه 17. نعم. لكن كما قلت لك يعني قد يكون في الحديث عن هذه الشخصيات نوع. نعم. من التقصير. نعم. كل ما درى الناس. نعم. ربما يجدونه في الكتاب اذا ارادوا. نعم. التوسع في هذا. نعم. الموضوع، لكن دعني اغتنم الوقت بسرعة أخي أحمد ونتكلم قليلا عن الشيخ المهدي أبو حامد. المهدي أبو حامد. نعم. الشيخ المهدي أبو حامد الأديب القاضي. جميل. هذا كان وكيل وزارة العدل. في العهد الأول في عهد إدريس. نعم. شخصية في غاية الدماتة والأدب، ورجل من أدباء الكبار. لكن أنا أريد أن أقول أننا في يوم من الأيام اجتمعنا في بيت الدكتور فاتح زقلام وكان معنا شيخ الأستاذ الدكتور الكبير سيد خليل. نعم. سيد أحمد خليل. هذا شخصية كبيرة، هذا عمدة من عمد جامعة الإسكندرية. نعم. أنا نحب أن نعتذر مرة أخرى للمشاهدين. نعم. شيخ المهدي أبو حامد. نعم أنا أخطأت في كتابة الاسم، فتعذرني حضرتك ويعذرني أهله. أي. نعم. ودويه وأحبته وحضراتكم الأحبة الكرام، الاسم الصحيح المهدي أبو حامد. فالشيخ المهدي أبو حامد أنا تعرفت به الشيخ المهدي من شخصيات كبيرة ومن القضاة الكبار.
وصاحب قلم. نعم. وكان ينشر في الصحافة في يوم الأيام كذا. نعم. لكن أنا أغتنم الفرصة في عجالة أنا. نعم. تحدث الوقت ضيق علينا كثيرا. تعدلنا دكتورنا الحبيب. لا بأس. نعم. الشيخ مهدي أبو حامد أنت عرفته عليه في بيت الشيخ فتح زقلان دكتور فاتح. نعم. وكان معنا الدكتور سيد أحمد خليل. نعم. والدكتور سيد أحمد خليل رحمة الله عليه مصري ومن شخصيات الأتبات الحقيقة يعني. نعم. يعني أحد دعائم جماعة الإسكندرية هو وبعض الشخصيات يعني كذا. ففي بيته بعد العشاء يعني أكرمنا الدكتور فاتح زقلام. فاللي حاصل أن بعد العشاء حصلت مناظرة علمية. نعم. مناظرة علمية في مسائل في التفسير وفي اللغة. ورأيت هاتين الشخصيتين مع هذا الشخصية العظيمة حقيقة. نعم. أنا التصقت بالدكتور سيد أحمد خليل لأنه شرف علي في رسالة الماجستير. نعم. فالدكتور سيد خليل يقر بأن هذين من أكبر أعلام البلد الذين قبلهم. الله. الله يا أخي الله. كريم. نعم. أنا رأيت يعني. نعم. هذا الكلام. نعم. يعني يجري على لسان سيد خليل. وحينما يراجعه الشيخ المهدي أبو حامد في دقائق اللغة. نعم. ويعترف له الشيخ سيد الدكتور سيد أحمد خليل بأنه شخصية مبرزة عالم فد في هذا. نعم. الجانب. نعم. قصة طريفة بسرعة عن هذا الرجل وهي علاقته بالأستاذ العملاق عباس. نعم. محمود العقاد. أها. ما صلته بعباس وهذا يدل على ماذا أخي؟ أن ذلك الجيل كانت تربطهم علاقات وطيدة بأعلام الأمة. نعم. من مفكرين وفقهاء وساسة. فأنا استغربت أن هذا الرجل له قصة غريبة. كان كلما ذهب إلى مصر يزور العقاد في بيته. ففي يوم من الأيام في عجالة أقول ذلك يقول أنا ذهبت في صيف من الأصياف ذهبت وفي نيتي أن أزور كالعادة. نعم. الأستاذ عباس محمود العقاد في بيتي. قال وأنا في الطريق اعترضتني جنازة كبيرة ونحن ليبيين من عادتنا. نعم. أن نخف للمشاركة في تشييع الجنازة. نعم. والجتمان يعني. جميل. المشارقة وغيرهم. نعم. من آخره يعني لا يحملون الجتمان. نعم. تحمله العائلة أو بعض الناس لكن نحن نتدافع. نعم. بقوة من أجل أن ننال أجر حمل الجنازة أو الجثمان أو النعش. فقال ضللت أبحث عن النعش أين النعش؟ ما في نعش. قلت لعل النعش يكون في المؤخرة. نعم. بدأت أتباطأ والناس يتقدمون حتى أكون في مؤخرة. نعم. الجنازة. فلما بلغت مؤخرة الجنازة لم أو تقدمت من جنازة. نعم. لم أجد نعشا. نعم. قلت لعله في المقدمة. نعم. ذهبت إلى المقدمة فلم أجد نعشا ووجدت مجموعة من الناس يحملون الباقات الورود وكذا. أمر أول مرة قال لي أرى جنازة بدون نعش. وأنا في هذه الحيرة فإذا بأحد الناس يربط على قدم على كتفي. نعم. يقول لي مرحبا بك شيخ المهدي. فالتفت الرجل يعرفني في الجنازة. نعم. وهو الأستاذ الكبير زكي المهندس. أها. هذا كان أيضا يعني في مجمع اللغة العربية في مصر قريب الممثل المشهور أبوه ممتاز. أبوه هو هكذا قال لي أنا. نعم. لا أعرف. نعم. حتى يعني بطرفة. نعم. الشيخ المهدي أبو حامد. نعم. قال لي هو أبو ذلك الممثل كذا. نعم. ما يعنينا. نعم. فحكى لي قال لي فقال سألت زكي المهندس. نعم. قلت له أين هل هذه جنازة أم ماذا؟ قال نعم جنازة تمشي في مكان وأنت لا تعرف ما هو. نعم إنها جنازة. قلت جناس من؟ قال لي هذا صاحبك العقاد. حقيقة أنا. نعم. فضيح. قلت له. نعم. إذن أين النعش؟ قال لي أبدا الرجل دفن في أسوان منذ أسبوع. نعم. أو أسبوعين ولكن. نعم. أحباءه. نعم. هنا أرادوا. نعم. أن يكرموه. نعم. وله قصص جميلة جدا. نعم. مع أكيد. العقاد. نعم. يضيق بها المكان على ذكر الآن على ذكر الأحبة وعلى ذكر والوقت. يكرموه احنا صدقا يعني سعداء جدا 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 أنك أنت شرفتنا ولبيت الدعوة. هذا اللقاء الأول الحبيب الكرام من الجلسة الأولى مع حبيبنا الدكتور الحبيب صدقا الدكتور الصديق نصر اللي تبارك الرحمن قدمنا في بداية حلقة سماتها كثيرة ونتشرف بحضور الحديث عن أشياء كثيرة ذات علاقة باللغة العربية ومقارنة الأديان وفلسفة وكم الاستشراق وكذلك بعض مؤلفات وكتابة بالتحديد موضوع هذه الحلقة اللي هو كما موجود تحت اللي هو أولا حدثون
عن المره قلت اكثر مره قلت انهم لا هؤلاء حدثوني باذن الله تعالى. تشرفنا في اللقاء الثاني ونواصل الحديث الممتع الرائع الجميل. شكرا اللي تفضلت في حضرتك. رجاء نقبل مني هي ككلمه شكر لك. مش لازم تقترح. انا اشكرك جدا اخي احمد على الحضور ان شاء الله. وبارك الله وباذن الله نواصل الجلسه الثانيه ان شاء الله. لحبك هذه باسمك بنقدموها لكل من له علاقه بهذه المواضيع. انا اخي احمد اكبر فيكم هذه الهمه. نعم. أفاضل وفضليات، إذا لم يكن لكم من فضل إلا أن تظهروا هذه الشخصيات للناس لكي يدركوا تماما أن هذه البلد ليست عاقرا وليست أرضا يباب وليست أرضا بلقعا ولكنها أرض ولود. أكيد. نعم. أحمد شارف قال نحن فروع وأصول قد زكت نحي ما أثرنا محينا لحديث عنصر في الهوى حديث عن صفحات سين. تفضل تفضل. أحسنت. أحبتي الكرام لكم شكلكم كل شيء حب مودتي لأن الأذان يدن ما فيش وقت إعادة الحلقة الليلة الساعة 12 بعد ما تصل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.